السلام عليكم. اوكي، اذا كمل بعد الكهرباء ومشاكلها. الستيت تيبل هسه احنا طلعناها بهذا الشكل، تمام، وقلنا تتكون من present state, input, next state, output. هذا سميناها الستيت تيبل. احنا الفكره وين قلنا؟ انه number of states, number of states هو نفسه number of flip flops بالسيركت. اوكي، نفس النمبر اوف فليب فلوبس بالسيركت مالت، يعني هساني بالسيركت اللي جاي نشتغل هسه السيركت اناليسيس كم فليب فلوب عندي؟ 2 دي فليب فلوب، تمام. فاذا النمبر اوف ستيتس هو بعدد الفليب فلوبس. اوكي، هذه هي النمبر اوف ستيتس. بريزنت ستيت، شوف كم ستيت بيها. اوكي، هنا لو نجي نلاحظ هسه هذول الستيتس هم نفسهم، صح، بس مره يكون الاكس صفر مره الاكس واحد. دول الستيت كذلك نفس الشيء، هم نفسهم بس مره الاكس صفر مره الاكس واحد، وهكذا. دول الستيت هم نفسهم، دول الستيت هم نفسهم. فاذا بالحقيقه انا عندي كم ستيت؟ عندي اربع ستيتس. اوكي، عفوا، هنا مو نمبر اوف فليب فلوب يساوي نمبر اوف فليب فلوب تو ذا باور ان او 2. اسف، نمبر اوف ستيت يساوي 2 to the number of flip flop. 2 للأس، يعني أنا عندي هسه 2 أس 2 flip flop، فيطلع عندي 4 states. أوكي، فيطلع عندي 4 states. فش راح أسوي هسه؟ هذا الـ input X أوزعه بالـ next state. اوكي، ووزع ايضا كذلك بالاوتبوت، تمام. خلينا نشوف شو راح نسوي. فراح نقول عندي بهذا الشكل راح تكون التروث تيبل مالتي الجديده، هي بريزنت ستيت. اوكي، و اللي هي الاي وبي، وعندي نيكست state لما ال x تساوي صفر ولما ال x تساوي واحد. هنا عندي a b، هنا عندي ايضا a b. اوكي، لما ال x تساوي صفر ولما ال x تساوي واحد. شلون هسه الحاله قلناها؟ هنا state لما x تساوي صفر لما x تساوي واحد، طبعا هي بالنكست ستيت ايش راح يصير. اوكي، كذلك بالاوتبوت اللي هو الواي، لما اكس تساوي صفر ولما اكس تساوي واحد ايش راح يكون الواي؟ اوكي، طبعا هاي اي بلس بي بلس اي بلس بي بلس. اوكي، بهذا الشكل فصار عندي 3 كولومز. هسه انا الستيت اللي عندي هي صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، صح؟ فقط هاي الستيتس، يعني الكومبينيشن مالته فقط هاي الستيت هو صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد. خسج شكد كانت الستيت مالتي ال A وال B لما ال X يساوي صفر؟ ال next state شنو كانت؟ يعني هسا استخلص هاي التروث تيبل من هاي التروث تيبل، العفو الستيت تيبل هذه من هاي الستيت تيبل. شنو كان ال A بلس وال B بلس لما ال X كان صفر؟ اجي هنا، لما ال X صفر A بلس و B بلس كانوا صفر صفر، فاذا شو اقول؟ اقول صفر صفر. ولما كان ال X واحد شقد كان ال A بلس وال B بلس؟ كانوا صفر
واحد، فانزلهم هنا، انزلهم صفر واحد. اعيد هسه لما الاكس صفر ايش قد كان الاي والبي بلس؟ اجي على هاي الستيت تيبل، لما الاكس صفر كان الاي والبي كانوا صفر صفر، فنزلتهم شنو؟ صفر صفر. ولما كان الاكس واحد ايش قد كان صاروا هم؟ صاروا صفر واحد، فش نزلتهم؟ نزلتهم صفر واحد، وهكذا. اوكي هسه اجي على الحاله الاخرى، اوكي اللي هي لما يكون البريزنت ستيت شنو هو؟ صفر واحد، اللي هو هذا صفر واحد. لما الاكس صفر فكان النكس ستيت هو صفر صفر، ولما الاكس واحد كانت النكس ستيت شنو هو؟ واحد واحد. اجي على الحالة الثالثة، لما الستيت هي واحد صفر اللي هي هاي واحد صفر، هس لما الاكس صفر الاوتبوت شنو هو؟ صفر صفر. ولما الاكس واحد فالاوتبوت شقد صار عندي؟ واحد صفر. اجي على الحالة الرابعة، لما الستيت هي واحد واحد اللي هي هذه، اوكي هسه لما الاكس صفر فالاوتبوت طلع عندي صفر صفر، ولما الاكس واحد طلع الاوتبوت عندي شقد؟ واحد صفر. تمام زين. اجي على الواي، الواي كذلك نفس الشيء، هاي الستيت، هاي الستيت اللي هي صفر صفر اي والبي، لما الاكس صفر الواي ايش قد؟ صفر. اجي هنا لما الاكس صفر الواي صفر، ولما الاكس واحد الواي ايضا طلع شنو؟ صفر. هذا الاكس واحد، اكس واحد الواي ايضا طلع صفر. قد شوية يشوفون بها صعوبة البداية، بس هي بالحقيقة راح تشوفها يعني بسيطة مو صعبة، ان شاء الله بنحل امثلة اكثر تتوضح المسألة ببساطة. أنا الحقيقة رد نمشي بيها من تكمل الصورة تصير هواي أبسط. زين نفس الشيء راح أمشي بعد بالواي، راح يكون عندي هنا واحد واحد واحد، وهنا صفر صفر صفر. هاي هي الموديفايد أو سمبليفايد، خلينا نسميها سمبليفايد ستيت تيبل، مبسطة أكثر. هسا احنا سوينا بالأناليسيس، راح نعيد من جديد. اول خطوه عد السيركت، اطلع المعادلات، هاي يعني هاي الخطوه الاولى خلينا نسميها. اوكي الخطوه الثانيه اطلع المعادلات من الرسم، الخطوه الثالثه اطلع الستيت تيبل، اوكي الخطوه الرابعه اطلع الموديفايد ستيت تيبل. تمام هسه على الموديفايد ستيت تيبل خلي اطلع ستيت دايجرام. ستيت دايجرام الحقيقه كلش يفيدنا ويسهل لنا هوايه امور بالشغل او بالديزاين، بعدين راح نشوفه. ستيت دايجرام لانه بعض الاحيان ستيت تيبل شويه قد تكون صعبه، او يعني قد يشوفها واحد من كل السهلة، فبالديزاين يفضلون بالحقيقة ستيت دايجرام، فالشكل جرافيكال يكون أسهل بالنسبة لنا. يعني عادة يكون من أرسم الشغلة بالديزاين يكون أسهل. هذا حبر أبيض، أوكي. فالستيت دايجرام شنو فكرته؟ إنه أنا بعدين بالنتيجة أشوف ساعة، إحنا ذكرون قلنا هذا أناليسيس، انا بعدين ايش راح اسوي؟ ما اشتغل اناليسيس، هذا بس مثال حتى نبسط المساله علينا. راح نعكس العمليه، اسوي ديزاين، فراح انطيك الفكره اللي اريتها شنو. انت الفكره شو تسوي؟ تسوي ستيت دايجرام، من الستيت دايجرام انت تطلع ستيت تيبل، وبعدين تقدر ترسم. اوكي يعني بالعكس راح تصير العمليه. خلينا نشوف ستيت تيبل يقول كل ستيتس،
هذا ستيت، هذا ستيت، ستيت قلنا القدر عندنا أربعة ستيت. ليش؟ لأنه تو فليب فلوب، يعني نفس هاي المعادلة اللي هي number of flip flops هو 2 to the power number of flip flops. أوكي، فإذا عندي أربعة ستيت، كل ستيت أخليها بسيركل. هسا عندي سيركل أولى حقول صفر صفر، هاي شنو صفر صفر؟ A و B. أوكي، بهذا الشكل. سيركل أخرى عندي ستيت أخرى اللي هي صفر واحد، عندي ستيت أخرى اللي هي واحد صفر، وعندي ستيت أخرى اللي هي واحد واحد. طبعا ممكن الستيت تكبر تصير مثلا 3، يعني 8 ستيتات، ممكن 16 ستيت، واتفر بعد الستيتس حسب، ممكن يكبر الرسم عندك يصير معقد حيل بعد حسب الديزاين ذيك الساعة يكون. اوكي، هسه اني بهاي الستيت حسب التروث تيبل طبعا مالتي، اني بهاي الستيت وين انتقل اليا ستيت نيكست، يعني بريزنت ستيت، وتروح نروح الى النكست ستيت حسب شنو الانبوت وشنو راح يطلع عندي بالاوتبوت. اوكي، يعني انا هسه بالصفر صفر وجاني انبوت اكس، جاني انبوت اكس. اوكي، ايش راح اروح؟ اروح صفر صفر، لو اروح صفر واحد اصير. اوكي، فاذا اني بالصفر صفر حسب التروث تيبل مالتي وجاني الانبوت اكس صفر، وين اروح؟ ابقى صفر صفر، النكست ستيت مالتي هي صفر صفر، يعني بهذا الشكل ابقى بنفس المكان مالتي. اني حاليا هذه داخل الدائره هي البريزنت ستيت، وهذا انتقال هي النكست ستيت. كانه اجاني الاكس صفر فبقيت بنفس الستيت حسب التروث تيبل، الستيت تيبل مالتي. اوكي، زين، ايش طلع بهالحاله لما الاكس صفر؟ ايش طلع عندي بالاوتبوت؟ واي ايش قد طلع؟ طلع صفر، فراح اقول سلاش صفر. هذا دائما هو اكس اوفر واي بهذا الشكل. اوكي، زين، لما اجاني انا بالستيت صفر صفر او هذا وجاني الاكس واحد، وين اروح؟ اروح الى صفر واحد، يا هي صفر واحد ستيت هاي، فوين اروح؟ هروح بهذا الشكل اكس صفر، الاوتبوت شنو لما اكس واحد؟ اوتبوت صفر الواي، فراح اقول صفر على صفر، العفو هنا واحد، هذه الاكس واحد على صفر. ها، زين، اني هسه بال next state او الستيت الاخرى صفر واحد، انا هسه هنا راح اعيد الكره، انا هسه هنا صفر واحد بهذا المكان، جاني الاكس صفر، وين اروح؟ اروح الى صفر صفر، كانه ارجع الى هاي الستيت، جاني الاكس صفر والاوتبوت شنو؟ اوتبوت صار عندي واحد، فراح اقول صفر على واحد. إذا أني بالصفر واحد هنا وجاني الأكس واحد، وين أروح؟ أروح إلى واحد واحد، يا هي واحد واحد، هاي الستيت، أنبوت واحد والأوتبوت شنو؟ الأكس ساوي واحد، أوتبوت صفر، فراح أروح إلى هنا. تمام؟ هسه أجي أنا بالستيت واحد صفر، انا هسه بهاي الستيت واحد صفر وجاني الانبوت اكس صفر، وين اروح؟ اروح الى صفر صفر. تمام، اروح الى صفر، جاني الاكس صفر، ان هذا اكس اوفر واي، والواي شنو؟ واي واحد، فاذا صفر على واحد. اني بالستيت واحد صفر وجاني الاكس واحد، وين اروح؟ اروح الى واحد، يعني ابقى بنفس مكاني، واحد صفر، جاني الاكس واحد والواي شقد؟ الواي صفر. اوكي،
اجي هسه انا بالستيت واحد واحد وجاني الاكس صفر، ستيت واحد واحد وجاني الاكس صفر، وين اروح؟ اروح الى صفر صفر. فمن هاي الستيت وين اروح؟ اروح الى صفر صفر اكس صفر. والاوتبوت ايش قد عندي بالواي بالاكس صفر؟ اوتبوت واحد. اني بالواحد واحد وجاني الاكس واحد، وين اروح؟ الى واحد صفر، هاي الواحد صفر. اجي لهنا هاي الاكس واحد، ايش قد الاوتبوت؟ اوتبوت صفر، صفر بهذا الشكل. تمام. هسه هذا هو الستيت دايجرام، درنا الرسمه اوكي بهذا الشكل. المحاضرة الجاية إن شاء الله راح شوية ناخذ بعد أمثلة أكثر على هذا الموضوع، نتوسع به بعد أكثر أوكي، حتى إن شاء الله نشوف الديزاين بروسيجر شلون نبدأ نصممه بإذن الله. هسه بس إذا تراجعون هذه المسألة وموجود الشرح بالكتاب بتفصيل الحقيقة بعد أكثر بهواي أوكي. تماما نصا هو موجود نفس الشرح بالكتاب، وهاي المثال هو موجود ايضا بالكتاب، هو نفس الاسلوب. يعني انا ترى المحاضرة مالتي على الكتاب الفصل السادس اوكي، حاولوا تقرون به كتاب موريس مانو طبعا الثانية، يعني نمشي عندنا اللي هو ستاندر عندنا بالقسم، مبسط جدا، اللغة الانجليزية مالته جدا بسيطة، فشي جدا سهل وعبالك فشي يعني مو صعب نهائيا اوكي. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله. مع السلامة.